تعرف ذاك المثل المغربي كيقول لك ضربني وبكى وسبقني تشكى، هو هذا اللي كيستعملوا معك، كيقول لك اسيدي انا ضربتك ولكن انا غادي نمشي نشكي بك، غنمشي نشكي بك باش لا جيتي شكيتي يقول لك راه هو شكا بك، راه لا فعلا راه انت دابا هذا الشيء اللي تيستعملوا معنا. وهذا حنا ما غنمشوش لهذا الخبط اللي كيقولوا الجميع، كاين الاجماع عن جميع الصحفيين والمحللين وجميع المتتبعين للشأن الكروي تيقولوا انهم تيتعاملوا بخبط. حنا تندعو على الروح الرياضيه، حنا تندعو على الرقي ديال كره القدم الافريقيه، الى هما ما منخرطينش فيه خص المؤسسه حنا هو الاتحاد الدولي هو اللي خصو يقول الكلمه ديالو، ماشي حنا، حنا غير مؤهلين باش نقولوا. حنا كنطلبوا وحنا كنتمناو ان الطلب ديالنا يحظى بالرضا والقبول، لانه طلب منطقي مبني على اساس، ولا هاد الناس عندهم طلبات غير عشوائيه حنا لا يعنينا هذا في شيء. حنا غير حنا البلاغ ديالنا واضح، حنا غادي نراسلوا لاكاف ماشي غير على اللاعبين، او ما كندويش على اللاعبين فقط، حنا تندوا على جميع مكونات النادي، مكونات النادي وتندوا على الجماهير المغربيه. راه كاين اللي ودادي غادي يمشي باش يتفرج في المباراه، وكاين اللي مغربي باغي يشجع الفريق الودادي في المباراه بدولة تونس. اذا حنا تنطلبوا منهم وغادي نراسلوا وزاره الخارجيه باش تاخذ التدابير مع السفير ديالنا المقيم بمدينه تونس. حنا جميع حنا كلشي هادشي كلشي واخدينه بعين الاعتبار، وغادي نرسلوا وغادي نتراسلوا معاهم، وحنا اللي ما درناش غادي نديروها في هاد 24 ساعه المقبله ان شاء الله. وحنا السلامه ديال الجماهير ديالنا هي الاولى، واهم شيء في هذه العمليه هي السلامه ديال الجماهير. الا ما كانتش السلامه ديال الجماهير حنا ما عندنا ما نديروا بهذه المباراة. اش غادي نديروا بالمباراة؟ حنا عارفين ان غادي نمشيو ليها وغادي نتعرضوا للإهانة ونتعرضوا للضرب بجميع الوسائل. حنا بغينا نضمنوا السلامة ديال اللاعبين ديالنا وديال الوفد ديالنا وديال الصحفيين اللي غادي يرافقونا وديال الجماهير بصفة رسمية، وناخذوا ضمانات من الاتحاد الافريقي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.